إيش قولك في عودة الفنانة نجاة عطية للساحة الفنية مؤخرا؟ ما أحوجنا له بحق، ما أحوجنا بالحق والله. صدقني أنا كي نسمع نجاة عطية قلبي يوجعني، لأنه تحس الفنانين الصحاح اللي عندهم أصوات وعندهم باع وذراع ما عادش نشوفوهم. هذيك الحاجة اللي خاصة نجاة، نجاة رأي بالحق قامة فنية كبيرة ويلزمها ترجع. العودة هذه ما تقلقش تعمل اليوم بعض الفنانات؟ قلقش سمية، لأنه بالعكس ساعة الجمهور متعطش لها برشا ومتعطش لأغانيها. اللي باش يتقلقوا اللي معناها منتسبين أسمائهم للميدان الفني هما مش فنانين، أشباه الفنانين فوالا.